ينضم إلينا أمين أمانة عمان الأسبق نضال الحديد من عمان، أهلا وسهلا بك معنا. سيد نضال، هل ما حدث في الويبدة يعطينا إشارة واضحة وتحديدا للمسؤولين في أمانة عمان بضرورة أن يكون هناك تقييم شامل لحالة الأبنية القديمة في العاصمة؟ سيدي، كلام سليم 100%. لابد من عمل عملية إحصائية لإحصاء المناطق والأبنية القديمة اللي قد تكون عرضة للانهيار أو بحاجة إلى صيانة، كما تفضلت ذكرت في البداية، من مختصين وأصحاب علاقة مباشرة ومهندسين. لكن لابد أن أشير هنا وبكل تأكيد أن أمانة عمان الكبرى ليست مسؤولة عن سلامة الأبنية، مسؤولية أمانة عمان الكبرى هي مسؤولية تنظيمية، يعني تنظيم البناء، رخصة البناء هل تم تنفيذها حسب المخططات الموجودة من نواحي تنظيمية وليس من نواحي فنية وهندسية. لذلك سيدي، من حوالي 20 أو 25 سنة وبعد إقرار كود البناء الأردني أصبح كل بناء ينشأ في عمان يوجد مهندس مشرف على البناء، بيوقع على كل عملية تتم فيه، وبالتالي حتى لو صار في خلل، حتى لو صار في إشكالية من نوع ما، بتقدر تحدد المسؤول وبتعرف الشخص اللي كان هو المفروض يتابع ويكون مشرف على البناء. لكن هذا الدور سيدي بالدرجة الأولى مسؤولية المكاتب الهندسية التي تقوم بعمل المخططات الإنشائية للأبنية الموجودة في عمان على اختلاف أنواعها، واللي بالأصل هي منتسبة لنقابة المهندسين الأردنيين. لكن بعد انقضاء هذه المدة الطويلة على الأبنية، على من تقع مسؤولية الاطمئنان على حالة الأبنية حتى لا تحدث كارثة كالتي حدثت؟ سيدي، إذا كان في مؤشرات أو دلائل بتدل على أنه العمارة مثلا على سبيل المثال فيها تشققات، إذا صاحب العمارة بيلاحظ أنه كل ما بيعالج هذه التشققات بترجع التشققات مرة أخرى، معناته في شيء خلل ما في الأساسات، وبالتالي في عملية هبوط ولو بسيط قاعد بشكل مستمر، وبالتالي بتعرض الأبنية للخطر. لكن المسؤولية على في هذا الموضوع سيدي يجب أن تكون مسؤولية مشتركة. أمانة عمان الكبرى لا يمكن أن تقوم بهذا العمل وإنك تحصي أو تعرف عدد الأبنية أو مواقع الأبنية إلا من خلال تعاون أمانة عمان الكبرى، لأن هي الجهة الوحيدة اللي تملك كل المعلومات والمعطيات اللي بتقدر تفيدك بمتى رخص البناء، كم طابق رخص البناء، هل البناء قديم وتم إنشاء أبنية إضافية عليه أو لا. للعلم هذه المسؤولية أيضا على مسؤولية المهندسين والنقابة والمكاتب الهندسية اللي تعمل معها. لكن هذا واحد، أمانة عمان، نقابة المهندسين، وبالطبع وزارة البلديات والشؤون البلدية والقروية. بالإضافة أنا أعتقد أن المسؤول الإداري مثل محافظ العاصمة يجب أن يكون موجود في مختلف المناطق اللي بحاجة لعلاج. لكن أنا من خلال خبرتي بقدر أحدد يعني على الأقل ثلاثة مناطق الحقيقة وضعها صعب نوعا ما، لأنه حتى طبيعة التربة بجوز تكون في عليها بعض المشاكل. طبعا الويبدة أحد هذه المناطق، منطقة أخرى منطقة وادي سرور جبل الجوفة، وجزء بسيط من جبل الأشرفية المجاور للكسرات. هذه مناطق الحقيقة قد يكون في خوف عليها. وبدي أؤكد هون أنه عملية الإحصاء يجب أن تتم للأبنية اللي مضى عليها حوالي خلينا نقول 40 أو 50 عام، لأنه أنا متأكد أنه حتى بناء أبوي اللي رخص في عام 1976، يعني بنحكي إحنا تقريبا حوالي قريب من 50 عام، موجودة رخصه، موجودة نسخ منه عند المالك. ومعلومة مهمة جدا للجميع، أمانة عمان الكبرى تملك نسخة أو نسختين من كل بناء يرخص في أمانة عمان الكبرى سابقا وحتى في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك هناك نظام الأتمتة واللي أصبحت
أمانة عمان بتشتغل فيه بشكل جيد. بعتقد إذا نقلت المعلومات هذه إلى الكمبيوتر والحاسوب، بالتالي بتصير عملية الوصول للمعلومة والوصول للمناطق اللي يجب بحثها وزيارتها والتأكد من سلامتها بتكون عملية أسهل إن شاء الله. سيد نضال، دعنا نستفيد من خبرتك بشكل عام. أنا كمواطن لو ساكن لإحدى العمارات في عمان القديمة أو حتى صاحب هذه العمارة، إذا كان هناك تشققات وكان هناك خلل في تقديري بالعمارة، ما هي الجهات التي يجب علي أن أراجعها وهي الإجراءات القانونية التي يجب علي اتباعها؟ سيدي يجب أن تراجع أمانة عمان، ما في شك في ذلك. بتراجع أمانة عمان الكبرى، بتقول في عندي تشققات في البناء اللي عندي سواء كنت مالك أو مستأجر أو غيره، وأمانة عمان تقوم بمخاطبة الجهات المعنية مثل نقابة المهندسين أو الحاكم الإداري في هذه الحالة من هذا النوع. بقدر بالمناسبة المواطن يتوجه للحاكم الإداري مباشرة اللي هو المحافظ أو المتصرف حتى يجيب صاحب البناء وصاحب العلاقة حتى يتأكدوا من الخلل أو المشكلة التي حصلت. وفي كثير من الأحيان سيدي بتكون الإشكالية في خلل في التصرف، واحد بربط خط المجاري مثلا على جورة بشكل أو بآخر بتتسرب، تصل الأسات، بتصير في كثير من أنواع التربة إذا تصلها المية حجمها ممكن يصير ثمن أضعاف حجمها الطبيعي، وبالتالي بتصير في مشكلة كبيرة وعويصة إذا كان هذا الوضع. لكن في أكثر من سبب، قد يكون فترة طويلة، بناء عمره 60-70 عام، ما في شك بيكون بحاجة إلى صيانة. لذلك سيدي أنت بتطلب الجهات المعنية، وأهم واحد سيدي يكون مهندس مختص حتى يعطيك تقرير عن حالة البناء، هل البناء سليم؟ هل البناء ممكن إضافة بناء آخر عليه؟ وهذه أعتقد أنها أحد أكبر المشاكل اللي بنعاني منها في عمان الآن، لأنه كثير من الأبنية سيدي كان مثلا طابق واحد أو طابقين، وبجوز حتى التصميم الأصلي للبناء كان لطابقين فقط. لما تحط عليه أنت أربع طوابق بتصير في مشكلة، بتصير عبء وحمل إضافي على البناء، وبالتالي ممكن يكون معرض لأكثر من نعم سيد نضال، يعني قبل 20 أو 30 عام قليلة هي الأبنية التي كان عمرها 60 أو 70 سنة في العاصمة عمان، الآن هذه الأبنية كثيرة جدا، ألا يحتاج هذا العدد الكبير من الأبنية إلى إجراءات استباقية وإجراءات احترازية قبل أن تحدث أي كارثة برأيك؟ يا سيدي هذا الحكي ممكن، وممكن من وجود أكثر من جهة تعمل على هذا الموضوع. أنا ما بعرف مدى صحة الكتاب اللي تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من مخاطبة نقابة المهندسين وتعاونهم مع مكاتب السويسرية حول سبل الحفاظ وصيانة الأبنية القديمة، لكن إذا كان هذا الكلام صحيح بعتقد أنه هذا شيء إيجابي. نقابة المهندسين مع أمانة عمان الكبرى، ولابد يكون من وجود جهة أخرى رسمية، أنا يعني ممكن تكون وزارة الداخلية أو المحافظ، حتى يتم إحصاء وكشف على جميع الأبنية اللي مضى عليها خلينا نقول 50 أو 60 عام على الإنشاء. وللعلم سيدي هذه الأبنية يعني في معظمها أنا بعتقد أنه لا تتجاوز طابقين، وفي كثير من الأبنية اللي موجودة تحديدا في جبل الويبدة وجبل عمان هي بناء أبنية فيلل، وهي أبنية تراثية، والأمانة ووزارة السياحة بيشتغلوا على الحفاظ على هذه الأبنية وعدم إزالتها وترميمها وصيانتها وإجراء ما هو لازم لها. لكن هذه المسؤولية سيدي لما تكون البناء أصبح بناء مصنف على أنه بناء قديم ونمط هندسي معماري يجب المحافظة عليه، بعتقد أن المسؤولية ومسؤولية الصيانة والتكلفة يجب أن تتولاها الجهات الرسمية مثل أمانة عمان الكبرى والدولة بشكل عام. شكرا جزيلا لك أمين أمانة عمان الأسبق السيد نضال الحديد على وجودك معنا اليوم. تقلبات السنين، عوامل الجيولوجيا، تدخل الإنسان، كلها تحكم اليوم مصير بناء يقف الكثير منه بشكل شامخ وخطر كامن وبعمر يمتد لعقود. إنها أيضا قصة وإن كشف الوهن عن جوانب العيوب وأثر الزمان عليها،
باتت اليوم تشكل عنصر خطر لدى مباني تغيب عنها الرقابة والصيانة إضافة للعبث البشري. أبرز نتائجها وإن لم تتكرر كثيراً فقدان الأرواح ووصف الواقعة بعدها بأنها فاجعة، فاجعة أساسها غياب المعرفة وعدم طلب المشورة من أهل الاختصاص. احنا عندنا بؤر ساخنة داخل عمان وخارج عمان بالمحافظات. هاي البؤر أنشئت قبل 30 وقبل بال 1920 أو 1930 و 1940، وفي ذلك الوقت لم يكن هناك لا إشراف هندسي ولا متابعة هندسية، حيث كان العمل والإنشاء بطريقة بدائية. الآن هاي المناطق صار لها 70 أو 80 سنة. احنا بندعو كافة الشركاء، كافة شركاء نقابة المهندسين، أمانة عمان، وزارة الأشغال، مجلس البناء الوطني، الدفاع المدني، الأمن العام، وكل المؤسسات ذات الاختصاص بتشكيل فرق ميدانية للكشف على هذه المناطق سريعا جدا. وبعد حجم المشاهد القاسية التي لا تزال جاثمة من حادثة عمارة الويبدة، تشد الأنظار بالنسبة للمواطن بأهمية وجود جوانب وحلول للكثير من المباني وتشديد الرقابة على أعمال الصيانة أو التجديد التي لا تخضع في أبسط الأمور إلى طرق باب السلامة. في حالة أي أعمال صيانة لازم يتم التبليغ مسبقا لمعرفة حجم الصيانة، هل هي صيانة لها علاقة في الأساسات، هل هي صيانة عادية، هل هي صيانة دورية أو مختلفة. للأسف في تقصير إحنا عندنا المواطنين، ما في تبليغ للجهات المعنية. أنا تقريبا من 10 سنين نفضت بيتي، جبت مهندسين قبل ما أشتغل أي شيء. أنا بدي أعرف أساسات البناية شو هي قبل ما أشتغل بأي شيء، لأنه هدول أرواح ناس ما بيصير الواحد يخاطر فيهم. فأنا بوجه رسالة لكل أي حدا بخص هذا الموضوع، أنه ما بيصير يشتغلوا من راسه وتجيب عامل وتكسر على كيفك، ما بيصير هذا الحكي. عمان وما لها من خصوصية من حيث نظام البناء القديم والجديد في جبالها السبع، وما يحكمها من شكل معماري أساسها التعامل مع تضاريس صعبة لا يلغي بحسب خبراء أن تخضع الكثير من المباني إلى صيانة فورية، تجاوزاً لخطر محدق يهدد سلامة المواطن. ما بين الثبات الظاهر والخطر الصامت يمضي الحديث عن البيوت والأبنية القديمة في العاصمة عمان وباقي المحافظات، حديث يطول فيه الشرح ويفصل بخط رفيع ما بين الحياة والموت. وكما يقول أهل الاختصاص أن هذه البيوت باتت اليوم بحاجة ماسة كما الأجساد إلى الرعاية والعلاج حتى تقف بشكل أفضل. عبيد ضمور، المملكة، عمان. انضم إلينا رئيس شعبة الهندسة المعمارية في نقابة المهندسين المهندس عماد الدباس، أهلا وسهلا بك معنا. مهندس، خلال التقرير عضو النقابة المهندس أحمد غنام تحدث عن وجود بؤر ساخنة معلومة لدى نقابة المهندسين تحتاج إلى إعادة دراسة، لا يوجد لها دراسات هندسية قبل بنائها، وهي عمارات سكنية قديمة أو بيوت قديمة لربما الآن بحاجة إلى ترميم. هل تم التواصل مع الجهات المعنية بالشكل الكافي من أجل العمل على إعادة ترميم هذه الأبنية بداية ومن أجل دراستها على الأقل؟ مساء الخير جميعا، شكرا على الاستضافة، واسمح لي في البداية أنه نعزي أسر الضحايا ونتمنى الشفاء للمصابين، وإن شاء الله الأمل، كل الأمل لإنقاذ المحاصرين وخروجهم أحياء إن شاء الله. طبعا موضوع البؤر الساخنة المقصود فيها اللي هي المباني اللي بيزيد عمرها، خلينا نحكي عن 50 عام. المواقع اللي تم تصنيفها بالبؤر الساخنة بالإضافة إلى جبل الويبدة اللي هي موضوع مثلا جبل التاج، جبل الجوفي، هذا نحكي إحنا عن مدينة عمان اللي هي المواقع اللي هي هوية عمان القديمة أو صحن عمان خلينا نسميها، اللي فيها مباني تقريبا تم بنائها في خلينا نحكي ما بين عام 1950 1960 1970 وما بعد ذلك. فهذه المباني طبعا جزء منها بيكون ساكنين فيه أصحاب الملك، وجزء منها مؤجر، وجزء كبير منها مهجور. هاي كلمة المهجور مهمة جدا جدا، إنه إحنا نسلط الضوء عليها، اللي هم تركوا بيوتهم وطلعوا. وإذا أي شخص
اي مواطن بروح بيعمل جوله في جبال عمان القديمه راح يلاحظ هذه البيوت المهجوره. فهي البيوت المهجوره طبعا هي مفتوحه الابواب، مفتوحه الشبابيك، بتتعرض لظروف جويه مختلفه، ممكن يصير عليها انزلاقات، ممكن يصير عليها تصدعات، ما حدا عم بيهتم فيها. فاحنا اللي بنطلبه انه يتم اول شيء نوجه رساله وعي للمواطن اللي هو عنده بيت مهجور انه يرجع يتفقده ويعمل عليه دراسه ويشوفه. احنا عم نحكي عن الاف المباني اللي موجوده داخل مدينه عمان بحاجه الى توثيق، بحاجه الى زيارات، الى احصاء، الى تبليغ. يعني احنا اللي صار في عماره الويبده شيء محزن، انه مستاجرين موجودين داخل هذا المبنى وفي بعض الاعمال عم بتتم قاعده من ترميم وتأهيل في داخل هذا المبنى بدون الرجوع لمخططات، بدون الرجوع لمكتب هندسي، بدون وجود اشراف، بدون وجود متابعة. هذا ايضا سؤال، يعني هل كل الابنيه في عمان على الاقل وايضا في المحافظات يوجد لها مخططات هندسيه؟ طبعا بالتاكيد مخططات هندسيه موجوده. خلينا نحكي على مستوى أمانة عمان، على الأقل في أرشيف موجود من 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 50 عام وأكثر كمان. لكن ما قبل ذلك هناك عدد أيضا لا بأس به لا يوجد له مخططات. بالضبط، كان نظام كروكيات كان يسموه أمور زي هيك. فالآن تعرف أي إضافة بتصير على أي مبنى، وتقريبا معظم المباني صار عليها إضافات، لازم صاحب المبنى يقدم عن طريق مكتب هندسي مخططات كاملة للمبنى القائم وللمبنى الإضافي. هيك طب مهندس دعني أستغل وجودك معي. الأبنية التي لا يوجد لها مخططات كيف يتم التعامل معها هندسيا؟ يتم التعامل معها هندسيا من خلال فحوصات. فحوصات برية بتتم من خلال مكاتب متخصصة، بيطلعوا بيعملوا فحص للجدران، بيشوفوا قوة الباطون اللي موجودة، بيشوفوا قوة الأعمدة. طبعا في عندك نسب معينه، اذا هاي النسب قلت عن حد معين معناته احنا بحاجه الى تدعيم، بحاجه الى مراقبه. هذا الحكي متى ببين معانا؟ عندما احنا اضافه طابق على المبنى بتمنع نقابه المهندسين من خلال قانونها اي شخص يعمل اي اضافه على اي مبنى زاد عمره عن 20 عام الا يقدم لنا شهاده اسمها شهاده سلامه منشاه. هاي الشهاده تقدم من خلال مكاتب متخصصة بفحص التربة، بفحص الجدران، بفحص الكونكريت، بفحص الحديد، وعلى أساسها بعطوه ترخيص إنه يكمل. اسمح لي بهذا السؤال. هذه المباني في هذه المكاتب، في حال وجدت أن أحد الأبنية فيه مشكلة، هل هي ملزمة قانونا بأن تقوم بالإبلاغ عن هذا البناء؟ لن يمنح رخصة. وبالحالة هاي بغض النظر انه لن يمنح رخصة من اجل الزيادة على البناء، اتحدث بانه المبنى فيه مشكلة، هل هي ملزمة بالتبليغ؟ يفترض في هذه الحالة انه يكون في تبليغ للجهات المعنية بانه هذا المبنى مثلا آيل للسقوط. طبعا هذا الحكي خلينا نحكي ما ورد عندنا احنا في مناطقنا، يعني ما حسينا انه في مباني مثلا اجت على النقابه انها تترخص وبعدين كانت فيها مشكله وبعدين رجعنا مثلا وتم ايقافها وبعدين صار في عليها مشاكل، لا هذا الحكي ما صار. يعني ندره انه نسمع بهيك امور صراحه. نعم مهندس، سؤال اسمح لي بسؤال اخير، ما يميز الابنيه القديمه في العاصمه عمان على الاقل انها قريبه جدا من بعضها، شاهدنا بانه هذا الامر كان عائق كبير في عمليات الانقاذ تحديدا في حاله عماره الوبده، في الكودات الهندسيه الجديده هل تم مراعاه هذا الامر؟ طبعا هذا الحكي كلياته يرجع لنظام اسمه نظام الابنيه لمدينه عمان. نظام الأبنية هو اللي بيحدد الارتدادات لسكن ألف لسكن باء لسكن جيم لسكن دال وللتجاري وللمباني الملاصقة. طبعا هذا النظام كلياته مفعل بعد 72، فإحنا هاي الأمور هي موضوع الارتدادات وما إلى ذلك صار عليها، لأنه هذه المباني القديمة كانت فعلا مبنية، يعني خلينا نحكي ما بدنا نحكي عشوائية، لكن ما كانت خاضعة لتجديدات اللي صارت عندنا في النظام. عشان هيك بنلاحظ انه الارتدادات مثلا بتكون مترين او مترين ونص، اشبه ما ان تكون بالسكن الشعبي.
فإحنا الآن في تعديلات النظام لا صار في ارتدادات، وحتى كمان الدفاع المدني صار يركز على موضوع وصول الآليات وصول المعدات إلى هذا المبنى في حال صار حريق لا سمح الله أو صار أي مشكلة، فهذا كله مطبق بالمباني الجديدة. لكن المباني القديمة وخلينا نحكي تلاصقها مع بعض هي اللي منعت أنه فعلا الآليات أنها توصل لمثل هيك مباني. لكن النقطة اللي أنا حابب أركز عليها لا يعني ذلك أنه كل مبنى قديم فيه مشكلة، لا، هذه هنا نقطة لازم نوجهها للمواطنين وتكون واضحة، لأنه كثير عم نتلقى اتصالات أنه أنا المبنى تبعي عمره 40 سنة 50 سنة، يعني هل آية للسقوط؟ لا 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 لا، هذا الموضوع لا، خلينا إحنا نوضح الصورة. أي شخص، يعني إحنا هنا امبارح جلالة سيدنا كان واضح أنه إحنا نوعي المواطن، إحنا المطلوب منه هو وعي المواطن، بدنا نوعيه أنه لما يجي يعمل صيانة، لما بدي يجي يعمل إضافة لازم يرجع للمكاتب الهندسية، للإشراف الهندسي، لمجلس البناء الوطني، لأمانة عمان، حتى يهضم موافقات ما فيها أي مشكلة، بالعكس هذا لمصلحته وبحميه وبحمي اللي حواليه. فإحنا هاي النقطة اللي إحنا نركز عليها، إنه المباني القديمة اللي موجودة هاي جزء من تراثنا أصلاً، هاي تصنف مباني. لكن مهندس أنا آسف على المقاطعة، في بعض الأبنية ألا يجب أن يكون هناك أعمال استباقية أيضاً من قبل الجهات كافة من أجل ألا تكون قنبلة موقوتة من الممكن أن تؤدي إلى كارثة؟ نعم، هنالك تعليمات، وهذه التعليمات موجودة في نقابة المهندسين، وتعليمات أخرى موجودة في أمانة عمان وكذلك في البلديات. التعليمات بتنص أنه أي شخص عنده مبنى قديم وبده يحاول يعمل أي تغيير على هذا المبنى من صفة استعمال لازم يقدم دراسة شاملة كاملة لهذا المبنى وما حوله من مباني. لا، وحتى حتى حتى دائرة التراث العمراني في أمانة عمان تطلب أعمار المباني المحيطة في المبنى أو في قطعة الأرض اللي أنت بتشتغل عليها. بالعكس هذا موجود عندنا ومطبق، لكن سبحان الله هذا اللي صار في 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 جبل الويب دي يعني موضوع لخمنا كلياتنا إحنا، يعني لأنه هي شغلة، يعني أي واحد بده يجي يشتغل في جزء إنشائي أكيد هذا خطر. ولربما أيضا ينبهنا إلى وجود مشكلة أيضا يجب الانتباه لها والعمل على حلها قبل أن تتفاقم. شكرا جزيلا لك رئيس شعبة الهندسة المعمارية في نقابة المهندسين المهندس عماد الدباس.